خطا لانفسهن مشروع المشاركه والمطالبه بحقوق وطن ظل يعاني الحرمان والتهميش، فاردنا يطالبن بما خرج لاجله الثائرون. طالبات مرحله الاعداديه في الديوانيه يشاركن بهتافات واهازيج تطالب التغيير وسط ساحه الاعتصام، حيث تحدثنا على ان القضيه اليوم لا تفرق بين صغير وكبير او فئات دون غيرها، فالجميع يشترك بمطلب البحث عن وطن خالي من الفساد وهدر الاموال وينعم بالخدمات والامن. احنا طلاب سادس ورانا امتحانات، بس جاهدنا لان دم الشهيد مو رخيص، واحنا من جاي نتبهدل وننذل، بعد ما نتحمل انه نعيش ذله، لانه واقعنا صعب كلش صعب. اللي يشوفنا يضحك علينا، يضحك انه هذا عراقي وكرامتنا بالقاع. احنا نريد نرجع كرامتنا، نريد نرجع حق شهدائنا، ما نريد حقنا يضيع بعد. جاي نطلع وجاي نوصل صوتنا ونتمنى انه يسمعونا. نطالب يعني ابسط الامور، الخدمات، الامان، السلم من الطائفيه. احنا كطائفيه ماكو بيننا، بالتالي احنا هسه طلعنا كمجموعه نسويه او كمجموعه بنات، نريد نطالب بحقنا، وعسى ولا علي يوصف، لان هاي الدوله هسه احنا ما جاي نشوفها لا وي المواطن ولا هو، بالتالي هو صوت المواطن. احنا اللي جبناه مو هو اللي اجى. انا اليوم طالبه سادس، يعني اريد اقرا، اريد واهس، اريد يعني ادرس، غير اكو فد هدف معين يعني انزل من كتاب، اريد واهس يجيني وماكو. اقول ليش احنا بعدين راح نكمل وراح نقعد بالبيت؟ احنا شنو تاليتنا؟ زين احنا بنظر العالم انه احنا المراه كل شيء ما تقدر تسوي، بس هي وظيفتها مطبخ وبيت وتربيه، بس احنا لا، جايين نثبت انه احنا نصف المجتمع، انه احنا مكملين للمجتمع، انه احنا صوتنا نقدر نغير. كما تحدثنا اخريات على استمرارهن بالتظاهر وان اقتصر على وقت معين خلال ساعات الصباح، وهذا ما مسموح لهن حسب توجيهات أسرهن بذلك. هاي الثورة ما صارت ثورة خاصة للشباب، يعني تحديدا الثورة ظهرت، يعني الجانب من المرأة كان مخفي، كانوا يحتقدون يعني أن المرأة خاصة بالطبخ والبيت وتربية الأطفال. أثبتت بهذا أنه لا، المرأة قوية، إلها كلامها، إلها رأيها الخاص. يعني لو تشوف هسه الطالبات كلهم، يعني حتى أهلهم يساندونهن. يعني أنا اليوم من قلت لأبويا طلعني، قال أوكي، يفتخر بي، يفتخر بي كطلعت، أريد حق، أريد أمان. جرأة وحماس وشعارات ثورية تطلقها الفتيات من أجل وطن اتفق الجميع على أنهم يفتقدوه. أمر ملفت بأن تظهر الفتيات بشكل طوعي وتشارك في المطالبة بالتغيير، وهذا ما يدل على أن الأمر بات لا يخص الشباب فقط، بل للمرأة حضور ومطالبة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.